انا بحب الحاجات اللي فيها انوثه. ميرسي والله فرحتني جدا. والله موضوع لوني ده انت جيت على الجرح. مبسوطه ان ربنا خلقني سمراء، يعني انا فعلا شايفه انه دي حاجه انسانيه، ولو مش بتخالف اي شرع او دين ليه لا ندي فرصه للستات ما يتحرموش من الامومه فقط. انا بحب الحاجات اللي فيها انوثه، اللي بتظهر يعني اللي بتظهر يعني عارف انوثه الست، يعني فستان وجمالها، فستان حلو معمول حلو، سالوبات حتى لو فيها بنطلون بس يكون في كده فيمينانيتي، يعني في انوثه كده، او بيبين حلاوتها ايه، يحسسها وهي لابساه ان هي ست حلو. انا بحب الاسود والابيض وبحب الاحمر وبحب البلوسيال اللي هو اللبني كده الازرق. بس ميرسي والله فرحتني جدا. بحاول والله الحمد لله. ليها دعوه بدور او حاجه ولا هي انجي؟ انا بحاول الفتره دي اتجه اني اركز شويه في صحتي وفي الرياضه وفي الاكل الصحي وفي اللياقه، ويعني بحاول اني اركز مع نفسي شويه. والله موضوع لوني ده انت جيت على الجرح. بحب السمر، بحبه ومبسوطه يعني فخوره بيه، يعني مبسوطه ان ربنا خلقني سمراء. بحاول كده في الصيف دايما احافظ على اللون ده واخد لون كده يكون صحي، بحس ان اللون تان بتدي كده ضي كده وصحه. بزعل قوي لما بيبدا يروح لما بيجي الشتاء، ما عايزه اعمل تاني. بحافظ ازاي؟ لا في روتين بقى للبشره والكريمات وللشعر وللاكل الصحي والفيتامينات، يعني مجهود برضو. يعني مقتنعة بيه ومش بقول يا ريت ولا اي حاجة، لسه مستقلة عليه برضو، بس مش حاسة ان انا قلت حاجة غلط، ده بجد رأيي. يعني انا فعلا شايفة انه دي حاجة انسانية، ولو مش بتخالف اي شرع او دين ليه لا ندي فرصة للستات ما يتحرموش من الامومة فقط.